الكرملين قطب السياسة ومقر الدب الروسي، ماذا تعرف عنه؟ الكرملين اسم يطلق على نوع من المباني المحصنة في عدة مدن في روسيا، والاسم مشتق من اللفظة الروسية كريمل وتعني القلعة. ومن أشهر مباني الكرملين كرملين روسيا أو كرملين موسكو، وهو مبنى مثلث الشكل تمتد أطرافه نحو كيلومترين ونصف الكيلومتر، وقد بني أول كرملين في هذا الموقع سنة 1156 ميلادي، ويرجع عمر أسوار الكرملين الحالي إلى أواخر القرن الخامس عشر، حينما أصبحت موسكو عاصمة روسيا لأول مرة بعد مدينة سانت بطرسبورغ. يكشف الكرملين من الخارج عن مشاهد تشد الانتباه، ومن مشاهده تلك قبابه الذهبية العديدة وبواباته المبنية على شكل أبراج مدرجة، والتباين الملحوظ بين السور المحيط بالمبنى والذي يبعث على الرهبة، وبين ما تتسم به المباني وراء السور من فخامة وغموض، وتعطي الأشكال المعمارية المتنوعة للكرملين وديكوراته الوفيرة انطباعا بالقوة. يقع كرملين موسكو فوق تلة بوروفيتسكي على الضفة اليسرى من نهر موسكو، حيث ظهرت التحصينات الأولى المحاطة بخندق ومتاريس ترابية في هذا الموقع سنة 1156. وفي سنة 1238 أثناء غزو المغول التتار تم هدم الكرملين، ولكن وفي سنة 1339 تم إعادة بنائه. مع العلم أن الجدران والأبراج القائمة حاليا تم بناؤها في الفترة ما بين 1485 و 1516، وكانت أول مستعمرة في هذا الموقع عبارة عن قلعة خشبية بناها مؤسس موسكو يوري دولجوروكي في سنة 1147، ولكن لم يطلق على المبنى نفسه كلمة كريملين حتى سنة 1331. وفي كتابي بيديكير عن روسيا وطهران وبورت آرثر وبكين 1914، وصف الكريملين بأنه في مركز المدينة على هضبة ارتفاعها 130 قدما أعلى موسكو، وهي التي تسيطر على موسكو بالكامل. يقع الكرملين في المكان الذي تتحد فيه كل ذكريات تاريخ موسكو. وفي نظر الروسيين يعد الكرملين من البقاع المقدسة، ففي الكرملين تحصل قوة القياصرة على مباركة الكنيسة أولا. من الأقوال المأثورة: لا شيء أعلى من موسكو إلا الكرملين، ولا شيء أعلى من الكرملين إلا السماء. أسس الأمير يوري دولجوروكي سنة 1156 حصن موسكو، وتحول كريملين موسكو في عهد الأمير إيفان كاليتا من قلعة عادية إلى مقر للأمراء المعظمين والمطران، وأنشئت في أعلى موقع لتل بوروفيتسكي سنة 1326 حتى 1327. أنشئت كاتدرائية أوسبينسكي باعتبارها كنيسة رئيسة للإمارة وغيرها من الكاتدرائيات والكنائس، بما فيها كاتدرائية أرخاجيلسكي رئيس الملائكة ميكائيل التي دفن فيها الأمير إيفان كاليتا وأحفاده. وحددت هذه الكاتدرائيات المبنية من الحجارة البيضاء وسط الكرملين، ولم تتغير سماتها الأساسية لحد الآن. ويضم الكرملين عدة قصور فاخرة كانت قديما ملكا للقيصر ورجاله قبل أن تتحول إلى متاحف. وكان القيصر الروسي إيفان الثالث قد أمر في القرن الخامس عشر باستدعاء مهندسين معماريين من روسيا وإيطاليا لتجديد الكرملين، وتم على أساس الجمع بين تقاليد فن العمارة الروسي والهندسة المعمارية الإيطالية في عصر النهضة. بناء ميدان الكاتدرائيات، وبدأت تظهر بعد ذلك في الكرملين مباني وكنائس وقصور جديدة. وحولت السلطات بعد ثورة أكتوبر 1917 الكرملين إلى مقر لأجهزة الحكم العليا. وفي أوائل القرن العشرين أغلق الشيوعيون أبواب الكرملين أمام عامة الناس وجعلوه المركز الرئيسي لحكوماتهم، وأعيد فتح أجزاء من الكرملين واستخدمت متحفا قوميا سنة 1955. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1991 أصبح الكرملين مقرا للحكومة الروسية، وتضم كنوز الكرملين لوحات ومجوهرات وتيجان كان يستخدمها القياصرة.
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 1991، ألقى ميخائيل غورباتشوف خطابه الأخير وسلم رئاسة روسيا إلى الرئيس بوريس يلتسن، وغادر مبنى الكرملين تحت جنح الظلام. ثم تم إنزال علم الاتحاد السوفيتي الأحمر عن مبنى الكرملين للمرة الأخيرة في التاريخ، ورفع محله علم روسيا ثلاثي الألوان. وخمد ذكر الكرملين بشكل جيد بعد ذلك، ولكن مع تسلم فلاديمير بوتين الحكم، والذي كان ضابطا في مخابرات السوفيات، أعيد ذكر الكرملين في نشرات الأخبار بشكل يومي، للتوسع الذي أحدثه من خلال احتلال شبه جزيرة القارة الأوكرانية والتدخل العسكري في سوريا، ليكون الكرملين هو مقر الرئيس الروسي والعديد من المعالم التاريخية المسيحية التي تحيط به. المصدر وطن أفهم.